رجالة إلى بار. نستجمع كده ونخش. يلا بينا. صوت تمام، مش يسخن كده؟ طبيعي كده نسخن بيه كده نشوف الدنيا. خد بقى ستين بقى يا عم، انت هتهزر معانا؟ خمسة بوفيتك؟ طب مش بوفيتك. طيب يا عم بلاطة بقى، ايه يا ابني كل ده؟ الله يخرب بيتك، نكتل اللعبة. اخرب بيتك، لا بهنجد. اسم اللعبة كونكر دومينو، هتجي لك بقى كمبيوتر مايكرو. لا ايه محاكي؟ لا مش محاكي، اللعبة نفسها يا جدعان. والثلاثة ضمن لا يا صاحبي، مش بتفرق معايا الأول من التاني. أنا طب ما أنت بتفعل في اللايف وبتشير بتكسب يعني. يا ابني يا واحد الواحد يا ابني، الله يخرب بيتك. كسب كسب، غلطة من اللعبة ظاهر كومنت يا اسطى. لا مش قدك انا يا اسلام، انا لسه خرطم التاني امبارح. اسحب بقى، رب ده كل ده والله. طب بالله عليك بقى، ضمنت يا صاحبي. ادي لي بقى راحت ولا لسه؟ اكيد راحت يعني. طب ايه يا جدعان، موتته خالص. على مليون تبقى 10. ويا عم هشام ماشي، ظبط يابا الدنيا. انا معاك هنا اهو.
مخوف يكون الملك ستة أرباع يا هو. أيوة ما أنا عارف. لو حد اسحب بقى يا حبيب قلبي. اوف انا ضمنت خلاص. بلاطات معايا، ارجع بلاطات. الاربعه هيلعب ايه هو؟ وزير بوفتك. نزل لهم واحد بالله عليك بقى. يلا واحد راح هيموت كده. هو الواحد انا مفكره مملكه ليه؟ رجعنا بقى للحاجات اللي بتموت معايا. خد 2 بولت. يلا مش مشكلة. عليكم السلام عم محمود علي. مش مشكلة كبيرة. 2 بولت يعني اهو يعني شرف، شرف محاولة. وحي التاني والحي كده في مشكلة معايا. وهو معايا سافر بدري بدري عشان ايه؟ أربعة بالله. نزل دش. آخر واحدين معايا. تمام. ممكن أموت له حاجة؟ ما أعتقدش. العبها له خلاص بقى. عاش خسرت. قفلة دي بس انا ورق خايف يعني، حتى لو قفل يعني مش حوار. كل ما كملش البوند ما تسع ورقات وقال في بلاطة واحدة بره بس. تمام. وشك منور. ده الإضاءة بس. هو تقفلها كده تفتحها يا صاحبي. يلا ما انا اديهالك بقى ناحيتين. يلا اقفلها بقى بالله عليك. هتفتحها؟ قفلها. غشيم. معاك انت 4 و30 تلات اتنينات. ده انت يا ابني حالتك صعبة كده. شيلت مش ظاهرة بس انا فيها ظهر. تمام. انت لو فتحتها كنت نزلت شوية. انت وزي بلاط خلاص. اسحب. ايوه بلاط راحت. رجع الستة. انا عايز بلاطات تاني. عايز الدش ما يموتش عشان لو مات انا 100% هسحبه. تمام ضمن. حلو اوي. سين بونت حلو اوي. خلينا 5 عشان تقيلة شوية. واحنا هنرمي على البلاطات برضو، هنرمي عليها زي كده. ارجع ل5 تاني. هو ما عندوش مخزنه؟ لا. الخمسات راحت. البلاطات معانا. ارجع بالله عليك على ورقتك. يا لو لعبها البالي كده ضمنت انا بس.
لو لعبها هما اتنين كنت زعلته. عايز طب تقيل، محبش يضم خلاص تطول معايا انا، طول ما بيطول بيبوظ شوية. ارجع على الست بلاطة، يلا زعلتني كده. اه حلو الورقة دي. تنتين يا ابني الغشيمة، يا ابن ابو شيمة. يلا ارجع بلاطات، انا ارجع خمسة لو معاه بوفة. يا ابني مش كده يا ابني، الله يخرب بيت الكمبيوتر ده، حاول ارجع البتاع ده مش راضي يرجع. تمام الدنيا وحي. طيب يسحب. تمام بتنات، انا بوظت الباب خالص، كنت هسحبه على هسحب الدنيا كلها. يا جدع اديني شوية وقت يعني، مش كده يعني، يعني الورقة لازم انا سنطرها بطريقة معينة عشان ما العبهاش. اربعات معكش اربعات، الدش مات، رب يكون مع الدش يا رب، يا رب يكونش بره الدش عشان ما ازعلش. لما انت ربك مع الدش، مع الدش الحمد لله. يا جدع الولد اللي كنت العبه دلوقتي كنت هقفل، كنت هسحبه كل اللي بره كنت هقفلها عليه. والله حرام الولد اللي بيجي لي ده، يعني الولد بيجي لي يقول لي خسر الواد. معلش يا صاحبي والله، اسمه ايه؟ مش هينفع اقول الاسم ده، اللايف اتقفل. شايفين اسمه؟ دش مش عايز العبه دلوقتي. سوي لك من البوت، وريتني نهاية البوت فحص موت الباب خلص الواد. الستات كلها بره، معاك ده معاه مع اخر ستة. لو وديته طب تقيل يعني حصلني خلاص يا جدع، اقسم بالله حرام. انا معايا خمس خمسات ويقفل عليهم. جوهرات كلها معاك، ما جوهرات راحت خلاص. ألعب له في حتة يفعل لي الناحية التانية، معيش ورق فيها. لا ستات كلها معايا، اديني ورق ألعب بالستات بالله عليك. أنت لو اديتنيش ورق ألعب بيها ستات خلاص أنت خدت الطبق. ناخد الباقيين دول عشان نفهم كده بعضنا شوية. معاك ايه يا باشا هيموت أنت؟ معاك الخمسة، خمسة هتيجي بالبلاطة؟ معيش بلاطات. خمسة بالبلاطة، خمسة بالواحد، أنا معايا خمسة بالواحد، خمسة بالتلاتة، تمام، خمسة بالتلاتة هو النازلة. نرجع بالورقة ده يجي. خمسة بالبلاطة، خمسة بيه يا جدعان اللي جاي. خمسة، خمسة بالواحد معايا، خمسة بالاتنين، الاتنين مش معايا برضه. نزل خمسة كده خلاص مات، الله يرحمه. لا حظ فاتح ايه، مش عليا انا بقى.
لما احط ورقة في دماغي وخلاص الورقة سمح لي ان انا اموتها له اموتها له، الا لو هو اللاعب معاه هو يعني لو اجبرني ان انزله مثلا. قام حلو عايز طابق بس 15 بونت نلعب دي 3 و2 او حاجة. يلا اه لعب البوف هيبقى حلو اوي. مش البوف طيب سيب الواحد معاك واحد اكيد انت عايز حاب اكتر ورق من بره عشان يتبقى لي حتى شوية حلوين كده نضم اليوم في الاخر. كلها في التلات خلاص عايز اسحب الحاجة اللي بره سحبني بقى بالله عليك. في قفلة فيها دي مفيهاش قفلة بس على حلو على الستات عشان ينزل اللي معاه. يلا اخر ستتين فيها قفلة دي الأربعة ماتت. شوف جاي من بره بيقول لي ايه خدها موتها بقى. يلا حاجة ماتت معاه هو حاجة ماتت معاه اللي هيموت معاه هو معانا واحدين الاخرين اصلا كده بقى 84 هو الأربعة دي اللي بره دي بوظت لي الدنيا كلها. لولا كنت ضمنت من زمان كمان. لا مخزنها لي بره مش عارف ليه. روح على الستة طيب كده خلص الستات اللي معاه اهو. ورا واحدة معاه خمسات على الستة يعني معاه اخر ستة هو سايبها راحت راحتش على ستة واحدة في الاخر ومعاه هو. انا مش فاهم انا اللعب ده نعمل حاجة. يلا اربعة انا عايز طبقة واحدة يا جدعان والله طب واحد هزعله مع اربعات الواحد اسحب تمام ستة بالخمسة عامل البلاطة بالله عليك ثلاثة اسحب اسحب لك شوية حلوين كده ايوه كده فرحنا يا جدع اتنين بالله عليك الضمنة دي بقى بوفة اسحب ضمنة ضمنة بلاطة بوفتها بقى بلاطة تاني يلا ده انت ايه معاك البلاطات كلهم ولا ايه ده معاه البلاطات كلهم فعلا ضمن هو مضمنش اخيرا انا قاعد على البلاطه الاخيره دي بقى بلاطه في الاخر انت سايب بلاطه يا ابني الوسخه مني خد كل 2 بونت بعت لي كلب الولد اه يا كلب غلطت في الدوش ده ولا ايه يعني.
واحد بوفا اثنين ضمن الاربعات دي لو معهوش اربعات هزعله جامد. بسم الله معاه اربعات. طب بالله عليك بلاطات معاك بلاطات؟ مش بلاطات لعبت اربعات كان هيبقى احسن. بلاطة ماتت. رب يا رب حاجة كده هنا واحدة هنا. ايوه اسحب بقى كلهم بقى. عاش فشخ ضمنت. انا عارف بيكسب بلاطه بيحصل له ايه. سواء ياخد بلاطه هو برضه هو اللي هياخدها. انا زعلته جاله في اخر ورقه. عشرة وقت يعني يلا. الواد ورقة في حظه والله يعني. الواد اصلا كان زيرو. طب انجبني حبايبي يا رجالة حظه ولا خدمني يعني مش اكتر يعني. انا الواد لعيب بصراحة. الواد يا جدع ما كانش راحم يا جدع. موت البلاطة كل ما العب له ورقة يلعب الناحية عليها. يعني انت معاك بلاطات يلا كله ده. طب البلاطات كلها معايا اصلا. ايه ده اتنين اتنين دخلولي. اح يا جدعان ده احنا اللعب ده بقى اول مره نلعبه ده. ده ايه الراجل اللي بيسحب بتسحب ايه يا عبد الحاج؟ اتنين يا جدعان دخلولي عم 10 يا جدعان. لو كسبت طب ايه يا جدعان انت خدت ورا كل لوحدك يا عم. لعبنا معاك يا عم. ايه الواد ده مالي خمسات؟ خلاص الواد ده معاه خمسات كلهم. استنى ورق خفيف هخفف ورق قد ما اقدر عشان ده هيقفلها في اي لحظة. العب التقيل على طول. الوحيد حلو الوحيد معايا. هوزع اهو. استنى نكسب بقى. خف ورقك انت مصيبة. انت ايه الواد هيضمن اول طابق. هو اتضمن خلاص. موت الدش مقنع الدش هو ولا حاجة. مقنع الدش كان لعبه. موت الدش بجد يبقى معاه الدش هو. ما انت موت الدش على ايه يالا يالا انت مجنون يالا. ايه يا جدعان ده الواد موت الدش لنفسه. انتوا مع بعض ولا ايه؟ مع بعض اه قلت لي. يا ابن اللذينة دول شلطوني. كلكم عاملين الحوار ده على 9 مليون؟ بدل مجنون ده بقى بنروح العب بوكر يا عم. انت جاي لي انا ليه؟ مسحبهم كلهم. أخدم بلاطة عشان بلاطة بتاعتي. تمام نلعب على ايه؟ خمسة بالواحد. نلعب بالواحد يلا. مش شلطوني يا جدع والله.
ما واحد مع واحد ده وواحد مع اتنين، انا مش عارف بقى اعمل ايه. الله يبدنكم. نلعب بقى ده، انت انا معاك لوحدة. روح يا عم خدهم يا عم، ضمن يا عم. فرحان مبسوط؟ مبسوط بنفسك؟ هم تاني ولا ايه؟ هم تاني، بس انا وصلتهم المرة دي، مش هيقدروا يلعبوا لبعض. لا هيقدروا يا عم. الله حرام عليكم يا جدعان، تعمل لي في كده يا جدعان؟ نروح العب بكرة بقى. وما اعمل ايه طيب؟ ململين سحبت خلاص. الدنيا مظبطه لكم يعني، في ستريم واتنين مع بعض والدنيا ظبطت. ضمن فجلة ده ولا اسمه ايه؟ المشكلة اللمة دي بتبقى سنايبات كلها. جاي خمسة رجع تلاتة. بس قدم خلاص راحت. عم خسروا مليون والله، خسروا 20 مليون. ما هو لعب نفسه عادي يعني، مليون وراحت لنفسه خلاص. بني يبضينه بس. شريت ايه؟ نار 10 رجالة. شريت
وكل فلوس 10 مليون، واخدهم كمان. لا لا راجل فشخوني يا جدع، هم لو بيلعبوا بجد كنت فشختهم بصراحة. خد 20 مليون والله الواد ضايقني فشخ، محبش حد ياخد حاجة غصب عني كده. الواد لو هنا بقى حازم على الوقت فيك يا جدع، أكيد بيشوف الستريم يعني. البت نزلت دي يا جدع، البت دايما اللايف اللي فات بت نزلت برضه بوظت لي الدنيا كلها، كنت اكسب 60 مليون تقريبا، بت نزلت بوظت لي الدنيا كلها ساعتها. الفلاش جا الفلاش جا بعد الورقة الأخيرة، لولا لو نزلش الورقة الأخيرة دي بفلاش. هم 3 يا جدعان، 3 ورقات شجرة وبتاع، ولو نزل بشجرة مثلا كنت كانش هاخده. فلاش تاني برضه فلاشين ورا في جيمين ورا بعض. عشرتين بتيجي ثانية فعليا. انت هلعب لا ليه يا عم، شرطين دي بحبها اوي بخسر بيها على طول. صحي فلاش برضو امال يا جدعان الفلاشات اللي بتحصل دي. لا بقى خلاص بقى انت جات على 700 دول، انا كام كده، انا 11 التلاتة.
شوف بقى انزل لي ايه بقى. خدهم ايه؟ يلعب قلت رو ستريت تاخد على فكرة انا ولا ايه في ستريت ليه؟ اسمه في واحد اسم معاه برضه ستريت اقل منه هو ده اهو بس امشي يعني خد 100,000 راح العب امتى؟ لا موسيقى عاملة جو يا عم الصلاة دي أربعتين نلعب ولا الدنيا أنا رجالة ده ولا بقى اللي خسر بقى يلا نقول ايه طيب نقول ايه بص يا عم يوم مشوا ده قاعدين كتير اهو تقول دايما المكسب يا اسطى لا ما فيهاش مكسب النهارده واحدين ولا وحش بعد ما اشوف ناس بترمي بالخمسة والستة و بيكسبوا الهرم ده
طول، انا عايز واحد. واحد بالله بقى، خلاص فلسنا لعبة. بلاش واحد، نخرب خد متل ولا حتى. هدوم بخمسة ولا عشرة اهو. ودي يا ودي 900,000. طب الشاي حتى ينزل. طيب حلو، الشاي نزل. سيلف كايند فول هاوس كده. حلو أوي، أنا واحد تاني كسبنا. تمام، بقيوا خمسة. حلو أوي، رجعنا على التراك تاني. أنا كسبت 11 مليون. لعيبة مع بنتين، دار ترابيزة. غير العطب ده ألو سامي، بيقولوا العب. تمام، بيت دي مش كده. خدهم بقى باين بقى، خدتهم بيه أصلا. ولاد بنات و محدش مع بنات فيهم أصلا. لا الواد ده مع بنات. تمام، أبي عم بكرولوس. طيب يا حبيبي تخسر ايه؟ كسبت. حلو، طب ده سبعة تاني. سيف كاين عزولة بقى، تنزل من المايه دول يبقى فول هاوس. فيها ستريت دي، فيها ستريت العشرة والولد. طب ايه؟ خدهم ستريت، بقولك عشرة والولد.
انا نحس فشخ فشي يا اسطى. هاي فيها ايه؟ ستريت كم كده احنا 5 نقعد مليون على ضمنه. بس اشوف حد بيكسب في العجلة دي. قال فشخوني في الضمن يعني عيلين بس يجوش على ام مليون. لا طب ضمن نرجع تاني يا جدعان بكرة ونحاول بقى تاني بالاخر مليون معانا دي. بس على الاثنينات ما يفرق ما شافل سنغم على القفلة نغم على القفلة تم جت القفلة نقفل ما خلوش ننزل الخمسة وخمسة ما كتير ورق اهو بس فيهم اغلبهم بلاطات. بقول لك ايه، روح العب على بوكر. الحظ والله جامد، حظ جامد ايه يا اسطى، خسرنا من هنا كلها على بكره. تشكيل بونت في الاخر. لا بنعمل ايه بقى يا عم امام؟ انت عارف ان انا لما بكسب يا اسطى بوزع كل اللي معايا، مش بخلي معايا مليون اصلا. لسه انا نحاول تاني يا جدعان. بكر ايه بكر دي؟ أربعة وتلاتين قفلوني والله العيال، والله دول قفلوني فشخ يعني. دول في الضمنة دول لو طولهم بس لو بيتفرج هنا افشخ. قفلوا اليوم
ضمان. معوش واحد. ضمنت انا كده من الدنيا. ضمنتش. لا الفلاس فين اللي برا؟ طب مجنون وانت معاك دوش يا ابني وحاجات حلوة كده كتير. انت هو دوش ومعاك خمسة ومش عارف بايه. ايه اللي انت عامله ده؟ حاجات الحظ. انزل على البلاطات بس. يلا ننزل. اخر واحد هو هناك اصلا. بتحصلني هو العيال بتحصلني ليه كده بسرعة؟ اديله حاجة هنا. اربعتين كل اربعتين عليها الطلبات بتوز. ما شاء الله ممكن تيجي منها ستات. الله أكيد الوقت خلاص حصلني يا اسطى في ثانية. هو فضل 10 بونت يكسب. يلا حبيبي يلا ضمن. هذا ما ورا اللي جاية. طمن طمنش. ثلاثة والأربعة بايظ عليها. معاهم ستات. معاهم ستات تمام. في دوش برا. معاهم اتنينات. في اتنينات كتير برا. ستات تاني. يلا غبي لو قفلها كان هيضمن. مدرعة تلاتات. فلا كده ومعاه ايه؟ معاه اتنين تي ثلاثة حيد. واحدين في واحد بلاط ضمن خلاص. بس ما راحتش لسه. ام مليون دي. طب يا عم هشام هشيل دوما كلها المبوفة بس الأول. خمسات معايا برضو. يلا قعدت نات انتين. يلا نمرة واحد بالله. ارجع يلا ولا متجيش على اتنين. جت على الاتنين ليه؟ طيب راحت كده.
استعجلت فيها دي. أكمل متهرو وانا هيودي كمان. يلا مويتها في قلبي. خدهم بقى، خد دول كلهم بقى. نحاول بقى على بكرة. بس انا كم شير اصلا 1145. عاش الله يا رجالة، شكرا لكل واحد شاير. يا ريت يا ريت ايه فور ده يا جدعان. كل يقول له ليش تلعب؟ كان فل تسعة نزلت يا جدعان، والله انا منين تسعة نزلت؟ كله كان فوق ويقول ما تلعبش يا اسطى. دول اخر مليون معانا، فبنلعب بحرص شوية. ده فلاش ال تريد بنت ولد. اه خد ستريت، كل ستريت، كل خد ستريت. وي طب ده يجيب منه فلاش وستريت. انا اقول يا جدعان خلاص ورا. هذا العيال مع بعض شكلهم دول. عظيم هذا. خلصنا كده يا جدعان. اعتبر 20,000. العيال سخنوني فاهم، واحد يريس من هنا والتاني يريس عليه والتاني يريس عليه يلا مفيهاش نصيب بقى النهاردة يا جدعان. احنا وزعنا الفترة اللي فاتت تلات لفات وأربعة تقريبا بنوزع، مجتش بقى النهاردة بقى. يلا على خير.